هذا وأكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده هذه العلاقات من تطور وتقدم مستمر، وهو ما ينبع من حرص قيادتي البلدين الشقيقين على مد المزيد من جسور التعاون والتنسيق الثنائي المشترك في المجالات كافة. ولفت الصالح لدى استقباله دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني والوفد المرافق إلى أن هناك العديد من المقومات التي يمكن أن تستفيد منها المملكتان الشقيقتان في مجال خدمة المصالح المشتركة، خاصة في ظل تقارب الرؤى والمواقف تجاه ما تمر به المنطقة والعالم من متغيرات ومستجدات، الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق والتواصل على مختلف المستويات لتحقيق التطلعات المنشودة. من جهته أعرب دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني عن شكره وتقديره والوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى، مؤكدين المواقف التاريخية للمملكة الأردنية الهاشمية تجاه مملكة البحرين وتطلعهم لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات البرلمانية. سعدنا باستقبال دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني في البحرين ومرافقيها أعضاء المجلس، والحقيقة هذه الزيارة تأتي تجسيدا للعلاقات المتميزة التي تربط المملكتين الشقيقتين، مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية. والحقيقة تم يعني استعراض مجالات التعاون في كل المجالات، وخاصة في المجال البرلماني والتشريعي. والحقيقة أن مثل هذه الزيارات سوف تثري التنسيق والتعاون ما بين المجلسين، وفي تبادل الخبرات أيضا ما بين المجلسين. والحقيقة يعني كانت وجهات النظر متطابقة في كل ما تم بحثه من مواضيع. والحقيقة كان يعني الوفد الأردني اطلع في زيارته هذه على الأوضاع في البحرين والأمن والأمان والاستقرار، وأعجبه التطور العمراني الكبير الذي شهدت البحرين في الفترات القصيرة هذه. وبذلك يعني كان أشاد بقيادة جلالة الملك والقيادة الرشيدة وحكمتهم في التصدي لكل القضايا التي تواجه مملكة البحرين. وإحنا بدورنا أيضا أشدنا بالموقف الأردني تجاه البحرين ومواقف الطيبة والنبيلة تجاه ما تعرضت له البحرين في الفترات الماضية. الحقيقة الزيارة يعني بكل المقاييس كان زيارة موفقة وناجحة، ونأمل إن شاء الله في تبادل مثل هذه الزيارات مستقبلا ما بين البلدين.